فعليا اليوم بالنظام السياسي اللبناني المركب بطريقة توافقية وبقانون انتخابي أعوج وبنتائج انتخابات أفضت إلى وصول 90% من الناس أو من النواب تقريبا هن ذاتهم، نعم، دخل 10% من قوى التغيير إلى البرلمان. أخطأنا بالبداية بعرض الانتصار، يعني توهمنا انتصار أكبر من حجمه بداية. 10% اليوم مطالبين من الإعلام، مطالبين من الناس، مطالبين من كل البشر أنه هن يتحملوا أزمة نظام عمرها 30 سنة. وهذه الأزمة بلشت ما بعد اتفاق الطائف إلى اليوم بغياب تطبيق الدستور والقوانين. وفي ناس قامت بالشارع من 2011 و2015 والانتخابات النيابية الأخيرة ب 18 ووصلت اليوم إلى البرلمان. هذا البرلمان بشكله الموجود وبطريقة إدارته وبرئيس المجلس اللي بعده من 30 سنة، من الواضح، وهذه كانت يمكن من وجهة نظري لما أخذت خيار الانسحاب من المعركة الانتخابية الأخيرة لي في إلى عدة أسباب، بس هذا واحد من الأسباب، أن هذا المجلس بتركيبته في صعوبة واستحالة إجراء تغيير كتير كبير. ولكن على صعيدنا نحن كحزب لنا ديمقراطي اجتماعي، لحد اللحظة عم نجرب نقوم بدورنا الفعلي بالمراقبة، بطرح الإشكاليات داخل المجلس وبعرض نتائج المداولات اللي عم بتصير باللجان الفرعية، لأنه باللجان الفرعية في كوارث، نعم، يمكن الناس صارت تعرف، ولكن باللجان الفرعية إن كانت الطاقة، التربية خاصة من قبل النائب حليمة قعقور، عم نجرب قد ما بنقدر نفضح هذه الممارسات. ولكن هذا عمل مضني، عمل طويل، وعمل بده صبر لنقدر نوصل انه فعليا التغيير يصير 90% وجماعة النظام يصيروا اقل من 10%. بس خليني بلش انا وياك لتصويب الامور. يعني اليوم انت اذا حطيت الحق على الاعلام وعلى المجتمع انه عم بيحمل نواب التغيير اكثر من قدرتهم، والصحيح منه هيك، يعني الصحيح انه كان على الاقل البعض يقول انه قوى التغيير 13 نايب على القليل يحافظوا على الشعارات اللي فاتوا فيها على مجلس النواب، هذه التحالفات اللي شفناهم هلا شوي عم يتشرزموا، بعض النواب عم نشوفهم عند قوى سياسيه، هلا عم ينحكى عن تحالف قوى المعارضة من ضمن التغييريين بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي نواب المعارضة هن اللي ما حافظوا على الشعارات اللي فاتوا فيها على مجلس النواب. البعض منهم أكيد، يعني أنا ما بدي عمم. فعليا هلا أنا بقدر إذا بدك أنتقد على ما يختص بحزبنا وبنيبتنا حليمة قعقور. من البداية فعليا من الواضح أنه المعارضة في عندك، هل نحن نعارض فقط هذا النظام؟ هيدي أول مشكلة، واللي صار أنه خيضت الانتخابات على أساس معارضة النظام. ولكن ضمن المعارضة في سبيكتروم كتير كبير وكتير واسع من خلافات اجتماعية، نعم، اقتصادية متعلقة بالنظام، رؤيتنا للنظام، ماذا بعد، أي تغيير نريد، أي بلد نريد، كل هذه النقاشات كانت عم بتصير. ولكن فعليا اليوم منا ضمن مشروع واحد، في مشاريع متعددة داخل هذه المعارضة، وفي حتى نحن كشعب لبناني منقسمين، مثل ما منقسمين على الهوية، مثل ما منقسمين على كتير أمور أخرى، شفنا مبارح بصيدا شو صار، عم نشوف دايما شو ممكن شو عم بيصير بخلافات. هذه الخلافات أنا برأيي جزء منها صحي وجزء منها غير مبرر، وجزء منها نحن بحاجة أن نكون صريحين مع الناس ونقول اليوم المعارضة، إذا نحن بدنا نقول بالنظام الاقتصادي، نحن كحزب مع النظام ديمقراطي اجتماعي، مع الحرية، مع العدالة، مع التضامن. بالموضوع الاقتصادي نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، موقفنا بموضوع المودعين، موقفنا بموضوع البنوك وإعادة الهيكلة، موقفنا من حاكم مصرف لبنان، بعتقد ببياناتنا وبممارستنا كتير واضح. هلأ في بعض وحتى بموضوع رئاسة الجمهورية وموضوع التحالفات مع القوى التقليدية، نحن بعتقد نتهم بأننا راديكاليين، بالوقت برأينا نحن اليوم عم نحافظ على ثوابت ثورة 17 تشرين، وعم نجرب قد ما بنقدر نكون عم نشتغل سياسة، ولكن من دون الغرق بزواريب السياسة أو وحول السياسة. هلأ هون